هذه الفتاة تدعى إليزابيث أنان، وهي ابنة المرأة التي زفها هؤلاء الرجال وتراقصوا بجثتها، وباتت مؤخراً جنازتها هي الأشهر في العالم. يحتفلون بموتاهم، قصة الفيديو الذي تحول لأيقونة. منذ أعيد نشر هذا المقطع على مواقع التواصل وكثيرون يتساءلون عن صحته، إذا ما كان حقيقياً أم مشهداً تمثيلياً، خاصة بعد أن تحول لأيقونة يرمز للتذكير بالموت والجنائز. وبعد البحث والتقصي عن الفيديو الأصلي تبين أن هذا المقطع حقيقي، وهو جزء من تقرير أعدته قناة بي بي سي أفريكا حمل عنوان رقص حامل النعوش في غانا. ويقول بنجامين إيدو قائد الفرقة التي ظهرت بالفيديو تؤدي هذه الرقصة مع التابوت، إن تصميم الرقصات والطريقة التي تظهر بها هذه الصورة هي بناء على طلب ذوي الزبون المتوفي، وتعتبر طقوس دفن الموتى في غانا من الأغرب في العالم، حيث يقوم الغانيون بتأبين موتاهم وسط أجواء من الاحتفالات والرقص والمرح. اللافت أن عملية دفن الموتى في غانا قد تستمر أياماً وأسابيع وأحياناً شهور، كما تعد مراسم الجنازة في هذا البلد الإفريقي هي الأغلى في العالم، وتتجاوز كلفتها أحياناً مراسم احتفالات الزواج، وذلك نظراً لما تتضمنه من إجراءات بدءاً من أسعار التوابيت العالية والاحتفالات المصاحبة، والتي يتم فيها الاستعانة بفرق مختصة بأداء الرقصات أثناء حمل التوابيت، والتي تعتبر أجورها باهظة الثمن، وتقدم خدماتها وفقاً لما يطلب ذوي المتوفي. وبالنسبة للغانيين فإن الاحتفال بموتاهم هو شيء قد يدخل السرور والبهجة للمتوفى نفسه، إذ يعتقدون أنه يشاهدهم ويحتفل معهم من العالم الآخر، وما يقومون به هو تكريم له. أما بالنسبة لهذه العادات في غانا فهي قديمة، وما جعلها تصبح مثار تساؤل لدى الكثيرين هو الفيديو المشهور الذي يظهر به راقصون يحملون تابوتاً على أنغام الموسيقى الاحتفالية، ليبدأ تداوله عبر منصات مواقع التواصل وتحديداً في هذه الفترة، على الرغم من تصويره في عام 2017، والسبب في ذلك يعود لانتشار وباء كورونا، حيث بات الموت يهدد الكثيرين، وأصبح ينظر للذين لا يلتزمون بتعليمات الحجر الصحي الاختياري في المنزل على أنهم أشخاص انتحاريون. واستخدم فيديو الرقص مع التابوت للتحذير من مخالفة إجراءات الحظر والتذكير بالمصير المنتظر، مع إطفاء روح الفكاهة